إذن جولتنا في ما يخص نقاش الظهيرة لنهار اليوم المتعلق بمعرض الجزائر الدولي، لقاءات عمل ثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والشركات الأجنبية الأفاق الاستثمارية الواعدة التي تنتظر الاقتصاد الجزائري إزاء هذه الشركات الجزائرية الأجنبية. نذكر فقط أنه قد أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن تنظيم لقاءات عمل ثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وكذلك الأجانب التي ستنطلق اليوم أو انطلقت صباح اليوم على هامش معرض الجزائر الدولي. دعت كذلك الراغبين في المشاركة في هذا الحدث للتواصل مع الغرفة. البيان طبعا جاء على هامش الطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي في الفترة الممتدة ما بين 20 وكذلك 25 من جوان 2023 بقصر المعارض سافكس، أين تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة التقليدية الصناعات لقاءات عمل ثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب في جميع القطاعات الاقتصادية وذلك ابتداء من اليوم. نضيف أن هذا اللقاء يعتبر فرصة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب لبحث فرص الاستثمار، وهو لب موضوعنا الذي سنتحدث فيه مع الدكتور أحمد خليفة الخبير الاقتصادي الذي يلتحق بنا عبر خدمة سكايب. أهلا بكم أستاذ. يا مرحبا. أهلا وسهلا أستاذ خليفة، هل أنتم في الاستماع؟ نعم. يا أهلا وسهلا. نعم أستاذ خليفة، إذن لقاءات عمل ثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وكذلك الشركات الأجنبية طموحا في هذه الشركة الجزائرية الأجنبية في معرض الجزائر الدولي من أجل يعني إنجاح فرص الاستثمار المتواجدة بالجزائر وكذلك عقد تلك الشركات التي يمكنها أن تقدم المزيد للاقتصاد الوطني. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، لما نتكلم على هذا اللقاء أو هذا الصالون الدولي لازم نشوفه بأبعاده الثلاثة، ببعده السياسي وببعده الأمني وببعده كذلك الاقتصادي الذي هو موضوعنا. من الجانب من البعد السياسي، أن الجزائر الآن متواجدة بعلاقاتها السياسية التي أطفت على العلاقات الاقتصادية في 5 قارات، في آسيا، في أوروبا، في أمريكا اللاتينية، وفي إفريقيا. الدول المشاركة الثلاثين متواجدة في تلك المناطق من القارات الخمس: إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. هذه واحدة. اثنين، الجانب الأمني. لما نتكلم عن الجانب الأمني، موش لأن رأس المال جبان ويبحث عن المناطق الآمنة والمستقرة سياسيا واقتصاديا وما إلى ذلك. رأس المال يبحث على تلك المناخ، والجزائر مناخ سياسي والاقتصادي آمن، ولهذا نحن نلاحظ مشاركة أكثر من 30 دولة. بالإضافة الآن إلى البعد الاقتصادي وهو موضوعنا، البعد الاقتصادي أن الجزائر اليوم مشاركة ب 473 مؤسسة خاصة وعمومية. هذه واحدة. اثنين، كذلك وزارة الدفاع مشاركة ب 19 مؤسسة في المجال الصناعي وصناعة السفن. ضف إلى ذلك يعني الجزائر اليوم، أو كنقطة ثالثة، الجزائر ماذا تريد من هذا الصالون؟ تريد عرض الخمس مشاريع الاستراتيجية تاعها باش تخرج من مجال المجال المحروقات، يعني تنعش الاقتصاد تاعها خارج المحروقات. وهذه الخمس مشاريع تتركز أساسا على القطاع الصناعي بمختلف أصنافه، كذلك قطاع الفلاحة، قطاع السياحة، وقطاع الطاقات المتجددة
وكذلك قطاع التكنولوجيات الإعلام المعرفة. وبالتالي هذه الخمس مشاريع أو في هذه القطاعات تؤهل الجزائر للابتعاد عن المحروقات وما إلى ذلك. نعم دكتور أحمد خليفة، ندعوكم للتفضل بالبقاء معنا. أعود إلى البلاتو مع دكتور كمال ديب الخبير الاقتصادي، أهلا بكم، شكرا لتلبية الدعوة. اليوم نحن نناقش هذه هي اللقاءات الثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين وكذلك شركات أجنبية، هذه المشاركة التي هي اليوم بقصر المعارض معرض الجزائر الدولي، لما لها كذلك من أهمية وفائدة تعود على الاقتصاد الوطني دكتور دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حتما يعني هذه اللقاءات وهذا النوع من المعارض وهذه الفعاليات الاقتصادية هي فضاء لالتقاء المستثمرين المحليين، سواء كانوا مستثمرين جدد يعني يباشرون مشاريعهم أو مستثمرين يعني تقليديين أو قدامى. اللقاءات مع المستثمرين الأجانب أو كذلك المستثمرين العموميين وكذلك المستثمرين الخواص ينمي الأفكار، لأن هذه السانحات هي سانحات إلهام فكري للأفكار الاستثمارية، وإحنا نعرف أن الاستثمار هو عبارة عن فكرة، فإذا ما كثرنا واعتمدنا هذا النوع من اللقاءات الدورية في مجال المعارض ومجال فتح الأسواق والذهاب إلى اللقاء بالخبرات الأجنبية، صحيح، هذا احتمال سيعود بالفائدة على الاقتصاد، وخاصة أن الجزائر الآن تشهد نوع من الانفتاح الاقتصادي بعدما عرفت في السنتين السابقتين أو ثلاث سنوات السابقة انغلاقا بسبب جائحة كورونا. الوضع الآن جيوستراتيجي في أوروبا لا يسمح بأنه تكون هناك استثمارات في اتجاه أوروبي، نحاول أن نجذب الاستثمار نحو إفريقيا بمنح فرص وتسويق للوجهة الجزائرية كاستثمار. شفنا أن السلطات العمومية كانت عدلت عدة قوانين سمحت بتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، خاصة بالنسبة لقانون الاستثمار. هذا الشيء كله يمنح صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار في الجزائر. واللقاء تاع المعرض الدولي هذا الموجود في الجزائر، لما نشوف انه مثلا من بين هناك اقرب من 170 شريك اجنبي، هناك ثلثي المشاركين الجزائريين ثلثيهم هم الشركات الخاصه، وهذا شيء جميل جدا انه الاقتصاد بدا يسترجع عافيته وبدا القطاع الخاص يظهر تواجده في الخارطة الاقتصادية الجزائرية. لو عدنا لسنوات سابقة كنا نشوف المشهد عمومي 100% إلا الشركات العامة هي التي كانت تبادر بالاستثمار في قطاعات مختلفة، خاصة القطاعات الحساسة التي تعرفها الجزائر. أما بالنسبة للقطاع الخاص فنجده يتواجد الآن في كل القطاعات، منها التكنولوجيا، صناعة الغذائية، الإعلام إلى غير ذلك. ونتمنى أن هذه السانحة تتطور في المستقبل لأن يوجد هناك معرض خاص بشركات الناشئة، لأنه نشوف أن السياسة التي اعتمدتها الجزائر خاصة ما بين وزارة المؤسسات الناشئة ووزارة التعليم العالي أنهم منحوا المبادرة للطلاب أنهم ينشئون أفكارهم ومؤسساتهم الناشئة، وشفنا أنه فيها أفكار مبادرة جيدة وراح تكون في دخول جامعي، براءات اختراع بدأت تظهر إلى الوجود، يجب تأطيرها، يجب تثمينها، يجب منح الفرص لهذه الشركات الناشئة لأنها هي اسمها ناشئة ليست لديها الخبرة الكافية، صحيح. بالتالي منح هذه الفرص للالتقاء مع شركاء أجانب يمنحهم الفرصة أنهم قد يوسعون من نشاطهم، يحسنون من خبراتهم، يعتمدون على تكنولوجيات راقية، وكل هذا راح يكون فيه فائدة للجزائر من عدة أصعدة، الصعيد الاجتماعي بتوفير اليد العاملة، الصعيد التقني باكتسابنا للتقنيات الجديدة التي تسهل الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة بإدخال التكنولوجيا وإدخال الرقمنة إلى غير ذلك. وهناك الجانب المالي، احتمال أنه هناك عملة صعبة سوف تدخل للجزائر، ما يدعم يعني قوة الدينار الجزائري ويمكن الخزينة العمومية من أن تتنفس من ضيق التمويل العمومي، وعليه فهذه الفرص هي فرص يعني لا لا لا
لا يمكننا أن نتجاهلها ويجب أن ندعمها دوما في المجال الاقتصادي في الجزائر. وكذلك أعود إلى خدمة سكايب. تحدثنا دكتور أحمد خليفة أنا والأستاذ كمال ديب عن نقطة مهمة جدا وهي أهمية مثل هكذا لقاءات في يعني تبادل الرؤى وكذلك الأفكار وتوسيع مجالات الشراكة وتطوير العلاقات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وكذلك هؤلاء من الجانب الأجنبي. اليوم ما مدى ربما أهمية تبادل الرؤى والأفكار وبما كذلك سيعود على هذا الاستثمار دكتور أحمد خليفة؟ شوفي كما ذكرت في السابق أن الجزائر تريد من خلال هذا الصالون عرض مشاريعها الخمسة الاستراتيجية بعيدا عن المحروقات وذكرناها يعني بسرعة وهي الصناعة والسياحة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا. وبالتالي الجزائر اليوم لما راح تعرض في الصالون هذا تعرض قانون الاستثمار تاعها يعني ما هي التسهيلات للمستثمر الأجنبي وما مدى وجوده يعني وما هي التسهيلات المتوفرة للمستثمر الأجنبي أنه يلقى ولوجا للجزائر وبسهولة. هذه واحدة. اثنين تدخل كذلك هذا الصالون يدخل في إطار إبرام اتفاقيات مع مختلف المؤسسات الجزائرية سواء خاصة أو عمومية مع المؤسسات أجنبية. ضف إلى ذلك أن الجزائر اليوم حابة تظهر يعني أن تكشف على التسهيلات وعلى وأن تطمئن المستثمر الخارجي بأن الولوج للاستثمار في الجزائر أصبح سهلا وفي المتناول، وبالتالي هذا ما يبحث عليه المستثمر. إلا أن هناك أمور يجب علينا تداركها يعني لأن إذا كانت قانون الاستثمار وما إلى ذلك متوفر وقانون الاستثمار متوفر هناك أمور بنيات قاعدية أو بنية تحتية يجب توفيرها لهذا الاستثمار الخارجي من بينها التدفق الإنترنت والطرقات وما إلى ذلك والمواصلات وإلى ذلك. إذن كذلك سيسمح هذا الصالون كذلك في عملية التصدير للمنتوجات الجزائرية سواء الخاصة أو العمومية لهذه الدول وإيجاد منصات للبيع. إذن كل هذه الأمور الجزائر تبحث يعني تدريجيا الابتعاد عن المحروقات في اقتصادها عن المحروقات تبحث الابتعاد عن المحروقات. وبهذا هذا الصالون ومثل هذه اللقاءات راح تساعد كثيرا الاقتصاد الجزائري في النهوض والاندعاش والابتعاد عن المحروقات. نعم أدعوكم للتفضل كذلك بالبقاء معنا دكتور خليفة. دكتور ديب نحن واليوم نتحدث ليس فقط على فرص الاستثمار ولكن فرص التصدير في إطار منطقة تبادل الحر الإفريقي زليكاف الذي يدعى بزليكاف. اليوم ما مدى فرص الجزائر في هذه المنطقة الحرة؟ هي بمجرد تفكير الجزائر في البعد الإفريقي في مجال التصدير والاستيراد هي في حد ذاتها شيء إيجابي جدا، لأن الجزائر منذ أن عرفنا اقتصادنا وحاولنا أن نؤسس الاقتصاد الجزائري كانت الوجهة نحو الشمال وكنا لا نرى إفريقيا كشريكا اقتصاديا يمكن التعويل عليه. كنا نجذب البترول من صحرائنا لتوجيهه إلى الخارج ولكن لم نستطع أن نتوجه ما دون الصحراء إلى الدول الإفريقية. الآن مع الاستراتيجية الحالية الاقتصاد الجزائري والانفتاح نحو الجنوب، لما نشوف أنه الجزائر مثلا تسعى إلى إقامة أو إتمام الطريق الرابط ما بين الجزائر ولاغوس فهذا هو العمق الإفريقي. ولاغوس ليست أي بلد، لاغوس هي عاصمة نيجيريا ونيجيريا قوة اجتماعية واقتصادية وبترولية قوية جدا. هذا الربط ما بين الشمال وعمق إفريقيا يدل على أن الجزائر تريد أن تنتهج سياسة اقتصادية تستفيد وتفيد مع الأفارقة. لذلك بالنسبة للشراكة التي أو فتح الحدود نوعا ما من ناحية الاقتصادية ما بين الجزائر وموريتانيا
هذا المتنفس التي يمنحنا فكرة أو يمنحنا فرصة لتسويق منتجاتنا نحو إفريقيا الغربية. كذلك بالنسبة للمنتجات التي كانت في السابق تصدر عن طريق البحر بين الجزائر وتنتقل إلى الدول الإفريقية وتقضي نوعا ما شهرين في 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 الملاحة، هناك الطريق الطريق البري الذي يربطنا مع موريتانيا والسنغال، كذلك فتح لنا مجالات في تخفيف التكلفة في التصدير. كل هذا الشيء إضافة إلى أن وزارة التجارة فتحت عدة ورشات بالنسبة للتصدير والاستيراد على مستوى وكالة ألجاكس لتصدير لتشجيع المصدرين أنهم ينتهجون أو يتخذون الوجهة الإفريقية في تصدير منتجاتهم، وشفنا عدة منتجات بدأت تأخذ مكانها في السوق الإفريقية خاصة بالنسبة للعصائر، وشفنا أمثلة عديدة في هذا المجال. إذن الوجهة الإفريقية هو متنفس جديد بالنسبة للجزائر. إذا حبينا نخرج من التبعية للمحروقات يجب أن نذهب إلى التنويع الاقتصادي. التنويع الاقتصادي يكون من حيث التنويع في القطاعات التي يجب أن نلجأ إلى السياحة والفلاحة والصناعة بدل المحروقات فقط. وكذلك بالنسبة للوجهات نرى أن الجزائر تحاول أن تتموقع في منظمة البريكس مثلا، وهي منظمة شئنا أم أبينا أصبحت قطبا ثانيا اقتصاديا سياسيا قويا جدا. نتمنى أن تدخل الجزائر في هذا المنظمة بأسرع وقت لكي تستفيد من مميزاتها يعني وامتيازاتها. المفروض أوتي يكون إن شاء الله أوتي يقدروا يفصلوا في العضوية ديالها. هناك كذلك مبادرة الجزائر في الانضمام إلى منظمة شنغاي للتنمية والأمن، وهذه مبادرة كذلك جيدة جدا. الذهاب نحو العمق الإفريقي يعني نشوف الانتشار الدبلوماسي أو الاقتصادي الاقتصاد أو الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت الجزائر تمارسها بامتياز. حتى بالنسبة لهذا المعرض الموجود الآن في الجزائر نرى أن هناك شركات جاية من أمريكا الجنوبية، هما شريكين من بلدين أمريكيين. هذا الشيء كله يؤدي بالبناء اللي نقول أنه هذا الانتشار الجغرافي، الابتعاد عن التقليد الذي دأبنا عليه دائما، أوروبا هي الشريك الاقتصادي، وكثيرا ما كان هذه الشراكة الاقتصادية مع أوروبا فيها نوع من الابتزاز السياسي ونوع من نكران الجميل. إذن محاولة التنويع في الشركاء الاقتصاديين سوف يمنحنا أولا أريحية من حيث الضغوطات الأجنبية، ثانيا يمنحنا نوع من حرية المناورة، ومواقفنا في التفاوضية على مستوى الأسواق العالمية تكون قوية جدا. وشاهدنا كيف أن الجزائر كانت محجا لقوى اقتصادية أوروبية عظمى، خاصة إيطاليا مثلا التي أبرمنا معها اتفاق استراتيجي وتسويقا للغاز لمدة 4 سنوات مقبلة. كل هذا الشيء يعني يعزز كل هذا الشيء يعزز المكانة الاقتصادية للجزائر، ويمنحها يعني إمكانية أنها تتواجد في ربع العالم، يعني في الاتجاهات الأربعة. وهذا يمنحنا دائما قوة وحصانة للاقتصاد الجزائري فعلا. ويمنح كذلك شركائنا ثقة لما يروا أنه الجزائر أصبحت يعني في مفترق الطرق، يعني كل الاتجاهات تلتقي في الجزائر، لديها كل المقومات الاقتصادية والمقومات الجغرافية، لديها الهياكل القاعدية التي يعني مشاريع كبرى، يعني الطريق الإفريقي والميناء تاع تيبازا هي من بين أكبر المشاريع في هذه المنطقة. والشيء الآخر هو الأمن. الجزائر من بين الدول القليلة في شمال إفريقيا التي تشهد أمنا اقتصاديا وأمنا عسكريا وأمنا سياسيا واستقرارا سياسيا، نتمنى الدوام لهذا الاستقرار العام على كل حال. وبالتالي ونحن نقول أن رأس المال جبان، رأس المال يبحث عن الأمان، الجزائر وفرت هذا الأمان، عدلت من قوانينها، تحارب في الفساد، تحاول أن تدخل التكنولوجيا والرقمنة لاقتصادها، كل هذه هي الامتيازات التي يبحث عنها أي مستثمر، ونظن أن الجزائر في الطريق الصحيح في هذا المجال.
هذا ما روج إليه ودعا إليه رئيس الجمهورية مؤخرا في موسكو. إذن أعود إلى الدكتور كمال عفوا أحمد خليفة. دعنا قبل أن نتطرق إلى المميزات وكذلك أهم الشروط لإنجاح هذه اللقاءات إلى النقطة التي تحدث معها مع الدكتور ديب، وهي فرص الاستثمار بالإضافة إلى إطار التصدير في إطار منظمة أو منطقة عفوا التبادل الحر القارية الإفريقية. دكتور أحمد خليفة، شوفي الأخت الكريمة، لما نتكلموا على التصدير نتكلموا في الاقتصاد بالأرقام، يعني ليس بالأوهام. نتكلموا على التصدير، باش ينجح التصدير في الجزائر قلنا ونعاود نقول هناك 6 أو 7 نقاط يجب التركيز عليها. أول نقطة هي إيجاد منصات للبيع في الدول المختلفة، سواء في إفريقيا أو جنوب أمريكا أو في أوروبا أو في آسيا. أول حاجة المنصات للبيع. 2 البنوك التوطيد، لبنك دو دوميسيلياسيون، لبنك دو دوميسيلياسيون. كان رئيس الجمهورية ألح على إنشاء بنوك للتحويلات المالية لتسهيل الاستثمار وتسهيل التصدير في تلك الدول. النقطة الثالثة هي المنتوجات، جودة المنتوجات ولا كونتينيوتي، يعني الإنتاج المتواصل غير المتقاطع، كذلك جودة المنتوجات. لما نتكلم على جودة المنتوجات نتكلم على نقطة أساسية في التصدير، وهي توفير وسائل النقل، لأن وسائل النقل سواء برية أو بحرية أو برية أو بحرية أو جوية يجب توفيرها في عملية التصدير. كذلك نقطة هامة حتى ننجح التصدير، وهو العقار الصناعي اللي هو مشكل في الجزائر. العقار الصناعي اللي أصبح الآن مشكل في الجزائر، ويجب البحث على حلول. إذن كل هذه النقاط مجتمعة ستنجح عملية التصدير، وتوفق الجزائر للولوج إلى كل المناطق في العالم. نعم دكتور أحمد خليفة، فقط كان هذا سؤال قبل سؤال نهائي، أدعوكم للتفضل بالبقاء معنا إذا سمح وقتكم. طبعا أعود إليك أستاذ كمال ديب، كنا قد تحدثنا عن شروط ديمومة هذه الاستثمارات وإنجاح هذه الشراكة الجزائرية الأجنبية. اليوم بنظركم خبير اقتصادي، ما هي هذه الشروط التي يمكن بها إنجاح هذه العلاقة وإنجاح هذه الشراكة؟ هي كل شراكة مع شريك أجنبي ترتكز على عدة معطيات. أول معطى هو الثقة، لأنه بدون وجود ثقة المتعاملين يتخوفون من الذهاب في استثمارات ربما يفقدون من خلالها مكانتهم أو مركزهم الاستثماري، أو حتى خسارتهم لمشاريعهم بصفة نهائية. إذن لما تكون ثقة، هذه الثقة تبنى على أساس نوع من الأمن الموجود داخل هذه الكيانات، يعني داخل الدولتين أو داخل لدى الشريكين. هذا الأمن يكون أمن كما قلنا، أمن استقرار سياسي، استقرار في التشريعات، وجود وسائل تقنية كالرقمنة والتدفق العالي للإنترنت كما ذكر الأستاذ خليفة. نعم التشريعات بصفة عامة، هذا الشيء كله يمنح الرغبة للمستثمر الأجنبي أنه يجي يدير معك اتفاق. لكن هذا الاتفاق يحتاج إلى ما يدعمه. احنا في الجزائر عندنا 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 شباب، يعني أغلبية خريجي الجامعات الآن لديهم من الطاقات ومن التكوين ما يمكنهم من أن يقدمون الإضافة لهذه الشراكات مع الأجانب. اتجاه الجزائر مثلا إلى محاولة أو إلى تأسيس لتدريس اللغة الإنجليزية على مستوى الأطوار التعليمية المختلفة، هذا يبشر بأننا بعد مدة معينة، بعد 10 سنوات، سوف يكون لدينا جيلا أو إطارات تتقن اللغة الإنجليزية، وهي مفتاح ل المال والأعمال في العالم. إذن المستثمرين حاليا ربما يحسنون اللغة الفرنسية بحكم العلاقة التقليدية، لكن في قادم الأيام، ونحن نرى الآن عدة كفاءات، يعني بالآلاف ناس تتمكن من هذه اللغة الإنجليزية. الصينيين لما جاءوا إلى الجزائر يبحثون عن ما يتكلم الإنجليزية، الروس يبحثون عن ما يتكلم الإنجليزية.
حتى الأوروبيين في أوروبا يتكلمون إنجليزية، لأن الإنجليزية هي لغة البيزنس كما يقال. بالتالي هذا الذهاب في التعليم الإنجليزية في الإطار سوف يمنح لفضاء المال والأعمال مكانة قوية ويجذب المستثمرين إلى الجزائر، لأن اللغة كانت عائق من العوائق. الجزائر الآن تذهب وتخطو خطوات كبيرة في مجال الرقمنة وإحلال ما يسمى بالحكومة الإلكترونية. هذا الشيء الأجانب هذا وش يبحثوا عليه، لأنه عصر الورق وعصر المستندات والأرشيف والوثائق. الجزائر ذهبت إلى ما يسمى بالجيشي يونيك، يعني الشباك الموحد، وذهبت إلى تخفيض من الوثائق المطلوبة في الاستثمار. العقار الصناعي الجزائر تبلو بلاء يعني جيدا في محاولة حل مشكلة العقار الصناعي على حساسيته. هناك كذلك بالنسبة للفضاء الإعلامي الذي في الجزائر، هناك فضاء إعلامي ناشئ ويتطور تدريجيا يخدم العملية الإنتاجية والعملية الاقتصادية بصفة عامة. إذن كل المقومات هذه موجودة، خاصة أنا أركز على الكفاءات البشرية. الجامعات الجزائرية، مراكز التكوين، المعاهد تكون شبابا الحمد لله، يعني يتمكن من التكنولوجيا، يتمكن من اللغات، يتمكن لديه الرغبة في أنه يقدم الإضافة. والشباب الجزائري الحالي، الخريجين الحاليين من الجامعات، هما خريجين مكونين يعني تكوينا أكاديميين، وهم منفتحون على العالم، لأنه شبكات التواصل الاجتماعي والأنترنت منحتهم هذا التكوين العصامي التقليدي. إذن لدينا الآن ما يسمى بالعنصر البشري المعولم. يعني الإطار الجزائري أو الشاب الجزائري كفاءته نفس كفاءة الشباب الموجودين في العالم، وبالتالي المستثمر لما يجي إلى الجزائر سوف لن يبحث على جذب العمال من الخارج والإطارات من الخارج، سوف يجد هناك شبابا مثقفا ومتعلما وخبيرا، ويمكنه أن يقدم الإضافة في هذه المسارح الاستثمارية. نظن أنه التعويل على التكوين وعلى تحسين القدرات بالنسبة للتنمية البشرية هو الفضاء أو هو المجال الذي يجب أن تعول عليه الجزائر في قادم السنوات إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ كمال ديب. فقط حتى نختم كذلك مع الدكتور أحمد خليفة الخبير الاقتصادي. دكتور، اليوم نحن تحدثنا عن هذه الشراكة، تحدثنا كذلك عن هذه الاستثمارات الأجنبية، هي سهلة ومتاحة وموجودة ومناخها موجود، لكن الإشكال في ديمومة هذه الاستثمارات الأجنبية وإرساء هذه كذلك إنجاح هذه الشركة الجزائرية الأجنبية. شوفي أختي الكريمة، إذا كان أردنا استمرارية في الاستثمارات داخل الجزائر، الاستثمارات الأجنبية داخل الجزائر، يجب أن نقف على 3 نقاط أو 4 نقاط. أول نقطة هو ديمومة قانون الاستثمار دون تغيير القوانين، لأن في تغيير القوانين يعني المستثمر يرتبك ويصبح غير دائم في الجزائر، وهذا ما ألح عليه رئيس الجمهورية في كلمة رسمية، وقال باللي قانون الاستثمار سوف لا يغير إلا بعد يعني 10 أو 15 سنة، وهذا هذه الكلمات تجلب المستثمر الأجنبي. ضيف إلى ذلك حتى ندير ديمومة للاستثمار الأجنبي داخل الجزائر، أننا نبتعد عن البيروقراطية، نبتعد على البيروقراطية الإدارية. 3، أن التحويلات المالية، وهذا النقطة المهمة اللي يبحث عليها المستثمرين، هو تسهيل عملية تحويل الأرباح تحاذ المستثمرين إلى بلدهم، إلى مواطنهم. وبالتالي هذه الإشكالية اللي كانت ممكن في قانون الاستثمار الجديد صابت حل، يعني رأي فيها حلول. وبالتالي هذه 3 نقاط، قضية التحويل وقضية البيروقراطية وديمومة القانون الاستثمار قائم دون تغيير، سيدعم من وجود واستمرارية المستثمر الخارجي في الجزائر. نعم، نشكرك جزيلا شكر دكتور أحمد خليفة على كل هذه التفاصيل التي قدمتها، وشكرا على مداخلتكم. شكرا جزيلا لك أيضا أستاذ ديب على حضوركم معنا. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم لنا عودة في جو النقاش.